you are clear on runway 0624 for landing. Roger, tower. كالعسكر اللي معنى الكلمة شديد في الوقت نفسه كان قلبه طيب حنون. هذا 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 يعني توا شهادة من الدين وأنا لابسها مع سنوات يعني فهمت خدها وملاحظة فهمت نقول حاجة صارت حادثة مش حادثة أو قصة حنا كان عندنا فهمت في السلاح الجوي طباع يقول أبو شوشة عيسى بشوشة مش عارف كان اسمها به هذا رجل لك متدين وهمت هو من الجنوب من جهة سيناون وغيره لما تكلم أو تكشف عليه يقعد يبكي شوف رجلك حتى لما تكشف عليه وهو طباع وغيره كل شيء يقعد يبكي يعني بدموعه طيب فهمت لأقصى الحدود ويشتغل فهمت باللي يحط راسه فهمت ما عادش يعرف يموت ولا حاجه الا يخش لما يخش دوره المياه وبس لين يكمل العمل في مره كان في استعراض في يوم 24 ديسمبر عيد الاستقلال لهذا الحسابي تبع الطيار كان ها خطوله يبي يطلع يشترك في الاستعراض هذه كان يفوق في تي 33 البس فهمت لبس الطياره غير كل شيء وعنده برنامج اسبوعي حتى هو يحطه فيه في البرنامج الاسبوعي اللي يدير فيه محمد شنيب ومحمد شنيب يحط في برنامج الطيران الاسبوعي او الشهري وغيره يحطوا فيه في الاسبوع بالطيران ونهار يحطوا لاد حسومي يطير مرات مقاتل ومرات يطير يصير نقل نهار بيصير نقل مع مجموعه زي صالح عبد الله وزي صالح فرجاني والتانيين يبلعش ولما يعرفوا غدوه عندهم بيطيروا مع هادي حسومي تلقاهم يقعدوا حافظين البوسيجر تاع الطيران لان كان واحد يغلط ولا حاجه يضرب فهمت على يديه وهمته ما ياكل وينزل لان يبدا حاسك لان يولع الطيار المساعد نتاعه فهمت كان جبار لكن ما الحق فهمت نكمل لك هامت حاسيله البث لهادي الحسومي لبس الطائرة فهمت تبع بتاع الطائرة الفتيق وفهمت كل شيء فهمته حتى بشوشة كان مقاعد مثل يطبع قال يا بشوشة تعالى فهمت دبح يا محمد قال لي لبسه فهمت لبس 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 طيار وجيبوه لي فهمت والله كيف احكي لك تو شو حاسين جابونا فلان كسوت وراه كل شيء دولة واحدة قالت هو نبه عليه قال لي مش نبيك تطير معي انا قال لي ماشي يوش لا ما يقدر يقول لا فهمتوا بيمشي اول ما في حياته فهمتوا يركب طياره فهمتوا هو طياره فهمت مقاتل من الفتى ورجل طيب هو ورجل طيب فوق الحد يعني ما قدرش يقول له قاعد يوش عاصم جاتني طب قلت له برا ما بتخافش فهمت هذه يعني معناها الهادي رئيس قلت له يحبك هذا على جابك معي ليش ما جابش معي تاني شجع نفسي وفعلا تو جماعه فهمت قعد يتفرج على مشكلة ازاي وماشي مع رئيس الكاميرا الامن السلاح فهمتوا شاده وتلاقي شجع فيه شاده في ده وركب الطياره وتالي غير كل شيء وركبه الطياره وحكي له طبعا ده بيتكف عمل به استعراض كان استعراض في ميدان الشهداء ايام العهد الملكي استعراض على البحر فهمت وعطاني لما جاء طبعا سلاح كل يا شوفي عرفت ايشي فهمتوا قاعد يسرق قاعد يسبق وغيره كل شيء وش مش قاعد مرات يبكي من الفرحه فهمتوا الله مش عارف ده كان توفى ولا قال حي الله يرحمه عجيب النوادي هذه حسوبي ولهذا قلت لك جبار في العمل ما يعرفش حد لكن في خارج العمل تلقاه يهدرس عاك عادي يبصر معك ينكت معك وغير كل شيء لكن كل شيء له حدود جينا مره في كنا تلاقينا هيك بالصدفه يعني مش بالبوابه كان اعياد 24 ديسمبر اللي هي الاستقلال قلت له هادي أنا مذبية والله في الأعياد هذه
بنطير معاك مرة ومرة بطيرنا معاك في الوقت. قال لي تفضل. مرة موعد مشيت خبالي القاعدة المهديلة معاني إبراهيم فاتي ورحمة الله عليه محمد شمنيب ورحمة الله عليه الهادي. وكان معانا واحد أمريكاني ما كنت عاير اسمعه حاجة مراقبة ما عارفش طيارة طيارة تالت تيتر الثريل نفس الشيء. فطرنا بالاستعراض فوق السرايا وفوق الواحد ونمشوا لعند آخر حي الأندلس 24 ديسمبر 24 أي سنة؟ أي من ذكرها سنة تذكرش فيها والله أي من ذكرها يمكن 64 63 تقريبا هيك عرفت. وروحنا انت ركبت مع ابوي ولا ركبت سيارة؟ انا كنت انا ولادي ومحمد شنيب كان هو الوفاتي هو ابراهيم لكن الامريكاني كان بروح كان يلتقط لنا في الصور وين نعمل باص نخدمه ويجي ياخذ معنا الجناح عرف. وكان هو بعد ما نمشي ولا نتبعد ولا غيره يقول يلتقط لنا في الصور. عندي مجموعة صور يعني نفس اللي حكيت عليها زعما هي تكون نفسها والله ممكن هي ممكن لأن في الجو مصورهم الطيار باين عليه الطيار محترف انت يصور اي هو يتكلم فينا يقول اي جات يو اي جات يو يعني هذيك كمان هناك يطلع مرة ثانية يجي مرات يطلع فوق مننا مرات يطلع تحتنا فكان يتكلم أكثر هو والهادي هو الكوميونيكيشن مع بعض يعني أنا ما كانش لي دخل يعني عرفت. اللين كملنا وروحنا القاعدة هنا في كانت مواقف بينكم مع الدولة أثناء فترة تأسيس السلاح الجوي والبحري هل شو الصعوبات هل تعاونتوا مع بعضكم عن كل واحد انشغل بالسلاح؟ والله هو الحقيقة يعني ما كانت تربطنا العلاقة الأخوية يعني لكن في مجال النقل البحري أنا كنت طبعا مهتم بالسلاح البحري وهو كان أيضا مندمج في 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 الإعداد ويعني وإرسال البعثات للخارج كان مهتم جدا فيما يتعلق بتشكيل السلاح جميل. ماذا عن فترة السلك الدبلوماسي بعد 69؟ وبعد 69 الهادي السومي التحق بالخارجية الليبية تم تعيينه مستشار الخارجية والخارجية أعتقد أنها تعين في بدء الأمر في أنقرة ثم انتقل إلى بيروت ثم انتقل إلى تشيكوسلوفاكيا. تشيكوسلوفاكيا وقبلها كان في مستشفيات عسكرية باريس؟ طبعا في باريس لما كان في باريس الأرقي أوكلت لهم مهمة المجهات العسكرية والتعاقدات على يعني ما تحتاج ليبيا وما يحتاجه غير ليبيا كمساعدات لوجستية أو عسكرية لتلك البلدان هي الدرجة الأولى نقول مصر. هل هو أبعاد من الدولة من الحكومة وقتها؟ لا ما بعد لا ما بعد هو بعد مثلاً عن الجيش قالوا له أضحك مثلاً بالسلك الدبلوماسي. هو الحقيقة كان الجو غدا نكاي يعني مش مهيئ للضباط كانوا يعملوا في العهد الملكي ويستمروا برتبة كبيرة أنا يعني انقلاب أسميها انقلاب أكتوبر لكن كان كلها طبعاً كانوا اللي قاموا بالانقلاب كلهم برتب صغيرة رتبة ملازم أول ومقيم يعني ما كانش الجو يساعد أن يكون في ضغط العهد السابق العهد الملكي رتبة أكبر منهم يكون استمر معنا العملية شوية. كيف بعد انقلاب 69 طلعتوا من الجيش كيف كان؟ هل هو سياسة إبعاد ولا كيف كانت؟ لا يعني في الواقع كان سياسة إبعاد طبعا على أساس أنه هو ما كانش يثق في الضباط ها فيبعدهم يقرب الجماعه اللي هما متلصقين به ها يدري اللي بهم ما كانش عنده ثقه في الناس هذول ومع كل الاسف يعني كل الناس الكويسين ابعدوا. تبدا ساعات العمل مع حد لين ننتهي ساعات العمل لين ينتهي الوزن وكان عنده سواق يجي في قبل يقول محمد العمائي
تعرف دي زي ساعة البيج بن يبدأ يرجع فيه يطلع بالساعة بتطلع الساعة 7 هذاك يكون قبل الساعة 7:10 واقف فهمت يا ويلك انا مثلا طلع امر سلاحه وهو من الحوش وهو ما يجش طبعا هو هذا اللي كان هذا يحسب بالنسبه لايام الهدف وفي حقيقه حتى بعد ما قامت توت معمه وجماعته الوحيد او لما قامت الحركه الخيلويه بتاعت معمه وضبطت لي كلهم اللي انا اعتقلوه وضبطت لي اللي فهمت قعدوا التزموا بحياتهم يرجوا في مصيرهم ما عرفوش من شكون اللي دار توا فهمت وقعد يرجوا هذا حسومي فهمت نهار الانقلاب جا السواق خذ سيارته وجا للسلاح على طول قعد يجي 3 شهور ولا 4 شهور يومين يجي ومش قادرين هم المسجد تو هذا اللي دار معمر ولا واحد قربه يجي العام بتاعه وفهمت ودي في عمله وفهمت نفس العمل نفس اللي متعودين عليه طيران كل شيء كل شيء طيب ولا في واحد استطاع من الاعضاء اللي يقول عليهم هذول 12 قداش واحد زي قربه ولا واحد فهمت كلمه ولا زي واحد للقاعده فهمت خشن الملاحة هو كان موجود مرة صارت فهمت يبوا فهمت شو سمعوا الجماعة اللي دار الانقلاب هذول الأعضاء وغيره مع معهم يبوا يفكروا قاعد يفكروا بلاتهم بيديوا سلاح جوي جديد وهذا لأن احنا البقايا اللي عندنا طبعا 33 ولا في 5 وصيفات الزمن هذه من أمريكية يبي يدور فهمت سلاح جديد هيك فهمت بعته مختار القوبي مختار القوبي من مدينة طرابلس فهمت من طرابلس ومن المدينة ويعرف عاد الحسوب وكل شيء لكن مش قادر يجي فهمت المعمر حتى في تلك الأشهر الأولى لأن خايفين وما عندش تعليمة من المعمر فهمت باش يجي يشوف هذا الحسومي لأنهم كلهم كانوا فهمت تحت قبضة المقبول هذا شو أنا بعتوه قالوا فهمت شوف أن هذا الحسومي عندنا احنا نبي نستشيره في موضوع يجينا في مصر هي التوى يجي مختار يقولوا يوم فهمتوا قلت لي نافع نافع عيلته نافع صغير خش هذا الحسومي وأنا معاه قال له فهمت مزخية تولى هذيك الله قاعد يسمح لي ما فهمت فهم قال له فهمت مزخية تولى فهمت يفكر فهمت يدير تجديد لفهمت القوة الجوية ما خلاص تنحو سلاح الجوي الملكي القوة الجوية سموه فهمتوا القوة الجوية العربية الليبية. إيه القوة الجوية العربية الليبية. ويبوا ياخذوا رأيك فهمتوا نصايحك وغيره كل شيء. كان بالإمكان تحضر معنا الجلسة دي وتناقشهم فيها. هذا قال ما عنديش مانع. فعلا حددوا موعد الجلسة. هذا كان في اول سنه للانقلاب هذا الانقلاب لي حوالي 3 شهور 4 شهور فهمتوا ومشى حضر الاجتماع سالوه قالوا له فهمت يا مالك تو مقدم هو كلهم قاعدين وهم قاعدين هو زي الصيد سألوه قالوا احنا نفكر فهمت نبونا نكون سلاح جوي جديد وغير بطايات جديدة وش انتصحنا كيف نبدو يعني قال لهم كلا تبدو بتكوين سلاح جوي قوي على الأسس السليمة
تبدو بثوب واحد، فهمتوا؟ ثوب واحد. قالها ممكن من 10 طائرات مخاليات مقاتلات وطيارين هم 3 ذيب، طيارتين 3 ذيب. أما بس تبدو بتقولوا فهمت، نبوا نديروا سلاح جوي قوي ونديروا فهمت 4-5 سراب وغيره 100 طيار ولا 50 أو 60 طيار، هذا غلط. المفروض خطوة خطوة فهمت. ناوي تقريبا طلب 100 طيارة هو لا؟ بعتيت أول شيء بنكملها شو صار. ما بوش يردوا عليهم. ناقشوا في الموضوع فهمتوا أحكاله هو فهمت خبرته وفهمت ورايا. جابوا لهم حتى أمثلة. دول كيف بدت ورا. شكرا شكرا فهمت وروح. لما روح قال لي شو صار. هم شنو كلامه ما اقتنعوش بيه، فهمت؟ كلامه ما اقتنعوش بيه. شنداو فهمت شكله لجن ها ما شكله جن. بعتوا ذبحوا على الملحق العسكري اللي كان هذا اسمه لا اله الا الله، هذا اللي قاعد يلعب فيها من اللعبه مليح. لبناني و... ها؟ لبناني لا مصري، المصري اه مصري الديب ولا؟ ها؟ الديب لا كديب قاعد معه في مسجد توا يمشي فيها كلها وراك ملحق عسكري مصري هنا نقول. ملحق عسكري في القاهرة مصري هنا جابوه على طول، مصر جابوا واحد ملحق عسكري بعد توا مصر ما دام ملحق عسكري توا نذكر لك اسمه. دبحوا عليه وقالوا فهمت نبرسها لو هي جماعة عبد الناصر، لأنهم عبد الناصر استغفر الله كانوا يعبدوا عبادة، عبد الناصر كانوا يعبدوا عبادة فهمت. نبغى نحدث تحديد السلاح الجوي بنكونوه في كل شيء باش ينصحنا، أما هي أنواع الطائرات والعدد وغيره وكل شيء. في الوقت نفسه داروا لجنة، جت رسالة فهمت من القائد العام الدكتور عبد الرحمن السيد المسك الإدارة العامة بتشكيل لجنة برئاستي يعني فهمت، ومجموعة من الضباط فيها محمود تهامي الله يرحمه، طيار الله يرحمه رجل ممتاز، تعب محمود تهامي بنغازي كان مسك قائد برينا ايه ممتاز الله يرحمه رجل معنا الكريم، ودل ابراهيم جاري دل ابراهيم القايدي بعد من الجنوب صاحب عصام جلود ومجموعة من جبل الكتيكي ومجموعة من الضباط الطيارين وغير الطيارين طلبوا منا فهمت. جبل الكتيكي شن كان في السلاح الجوي لما كان الحسومي رئيس أركان؟ كان عادي طيار عادي، كان طيار عادي متخرج من اليونان، هو مجموعة اللي تخرجت من اليونان فهمتوا، ما كان طيار عادي ماهيش شيء، بس طبعا كانوا همت معي ما كانش يبين أنه همت دلة حتى هو مثلا متخرج من اليونان وطيار نقل في 130 هذولا كانوا فهمت على اتصال مع جماعة بتاع مع عبدالله جلود مع جماعة ثانية فهمتوا محمود تهامي حتى هو منهم فهمتوا، بس محمود تهامي أكثر طيب فهمت وأكثر غيرية على السلاح الجوي وعلى بلد من الثاني خلينا تو حاجة ثانية. نعم فتح الكلالي وين كان؟ أوجه الكلالي فتح الكلالي تو قلت عليه اللجنة هذه احنا اجتمعنا عدة مرات وجبنا فهمت الجيز وجبنا جميع فهمت الكتب الاتحاد الهمت الروسي من روسيا ومن امريكا كلها وعد نجلس فيهم من هي افضل الطائرات تلعبنا غير كل شيء. بعد اعطونا هم اعطونا اسبوع بس ما عارفين فهمت رد بتاع جماعه في نصر بيجي بعد كم يوم
قاعد يجي اسبوع سبع واشيه احنا بدنا نزور فيها كل وعلى الداوي بواس حتى هو. واتفقنا كلنا جميعا بعد الدراسه هذه ان افضل الطائرات اللي اشتريها ليبيا كسلاح سلاح جوي جديد الفرنسيه اللي هي الفيراج كتركي طالعه او فهمت البريطانيه او الامريكيه يعني طائرات غربيه الروسيه فهمت هذه كلها لوح درنا التحضير وتوقعنا عليه تم تعطي الاهلي محمود تحب الاهلي ورفع سلم الاغاني القياده بعدها بثالث يوم جاء افلام جدود